دائما ما تشكل الطيور النافقة مصدر قلق كبير، لأن التخلص منها بشكل خاطئ يعرض البيئة والفرد والمجتمع لخطر صحي واقتصادي كبير. لكن أصبح من الممكن الآن تحويل النافق من الطيور لقيمة مضافة تساعد الفلاح والمستثمر، وبالطبع تحافظ على البيئة. يحكي لنا أحد أصحاب المزارع تجربته في إنتاج الكومبوست من الطيور النافقة خطوة بخطوة على أرض الواقع ليستفيد منها الجميع. أنا خالد جمال محمد زيد، قدرت أنتج من الطيور النافقة كومبوست بستخدمه كسماد غني بالعناصر الصغرى والكبرى اللي بتحتاجه الفرن، وده طبعا حد معايا من انتشار الأمراض في المزرعة بتاعتي. دي قصة نجاحي وممكن تكون قصتك لو حضرتك اتبعت معايا السبع خطوات اللي هقول لحضرتك عليها. كل اللي هنحتاجه قشر رز أو تبن أو نشارة خشب وسبلة مستعملة من المزرعة ومية، والكومة يكون متر في متر. الخطوة الأولى بنجيب قشر رز أو نشارة الخشب وما تقلش عن 10 سم في الارتفاع، ودي بتعتبر عبارة عن طبقة عزلة عن الأرض. الخطوة الثانية بنجيب طبقة من السبلة ما يقلش ارتفاعها عن 25 سم. ثالث خطوة بنضيف المية عشان تصل نسبة الرطوبة 50%. ولو عايزين نحسب نسبة الرطوبة بناخد كبشة من الكومة، لو لقيتها متماسكة يبقى كده نسبة الرطوبة 50%، غير كده يبقى الرطوبة أقل. الثلاث خطوات اللي عدهم أصبحت الكومة كده جاهزة للخطوة الرابعة، وهي إن بنجيب النافق ونغطسه في المية وبنحطه على مسافات قريبة من بعضها. وبيجي عندنا بقى دلوقتي سؤال، إيه هو؟ هل ينفع إن احنا نحط النافق طبقات فوق بعض؟ طبعا بقول لهم لا، ما ينفعش نحطها فوق بعض، وما ينفعش إن هي تكون لازقة ببعضها، والأهم إن ما تكونش على أطراف الكومة. الخطوة الخامسة بنجيب كمية من السبلة لا يقل ارتفاعها عن 25 سم، وأكيد هنجيب مية نرشها عشان تصل للرطوبة 50%. الخطوة السادسة بنجيب طبقة من القش أو التبن أو النشارة وما يقلش ارتفاعها عن 10 سم. وعلشان نسرع عملية التحلل ونرفع نسبة الأزوت بنجيب 5 كيلو روس مواشي نقلبه في قلب جردل وبنرشه على الكوم. وإضافة إلى ما أوضحه خالد، عند وجود أي نافق جديد يتم عمل طبقات كما سبق، ونستمر هكذا حتى تنتهي دورة الإنتاج أو يصل ارتفاع الكومة لمتر ونصف. هنتابع درجة الحرارة، وعندي طريقتين نقيس بهم درجة الحرارة. الأهم نقيس درجة الحرارة في وسط الكومة وفي أطراف الكومة. إيه هما بقى الطريقتين اللي هقيس بهم درجة الحرارة؟ عندي الترمومتر. طب انا ما عنديش ترمومتر، يبقى فيه بجيب سيخ حديد واحطه اقيس بيه درجه الحراره، احطه في وسط الكومه وبطلع السيخ واحطه على ايدي. لو ايدي ما استحملتش درجه حراره السيخ يبقى كده درجه الحراره عندي مظبوطه وما تقلش الحراره عن 50 درجه مئويه. اما لو كانت درجه الحراره اقل من 50 فبنرش ميه ونعمل عمليه خلخله لدخول الهواء عشان يساعد معانا في عمليه التحلل. بعد 3 أسابيع من بداية الدورة بنقلب الكومة تقليب بالكامل ونتركها حتى اكتمال عملية التحليل ويتحول لونها إلى اللون البني الداكن ودرجة الحرارة تنزل معايا، وبكده يكون عندي كومبوست جاهز للاستخدام أو البيع. قدمت لنا تجربة خالد سماداً عضوياً آمن على النبات والبيئة بدون تكلفة، وبإضافة بعض المغذيات إلى منقوع الكومبوست يمكن استخلاص شاي الكومبوست الغني بالعناصر الصغرى والكبرى التي تحسن من بناء التربة. إعادة النظر في الطريقة التي يتم بها التخلص من نافق الطيور أصبح ضرورة بعد قصة نجاح خالد، لأن توحيد هدف الصحة الواحدة لحماية النبات والحيوان والإنسان والبيئة أمر واجب.